بيكاسو يقول كل طفل يولد رسام، لكن كيف تبقى رسام لما تكبر؟ دق علي رئيس التحرير من أبها، قال يزيد افتح إيميلك إلا وأجد خطاب شكر من الوزير الدكتور غازي القصيبي الله يرحمه على الكاريكاتير، ويطلب مني زيارته وإهدائه الكاريكاتير. الموهبة مهما كانت عندك صعوبات، إذا كان عندك شغف ما في شيء صعب عليكم. الدنيا علمتني غداً 10:00 بتوقيت السعودية على MBC 1.